السلام عليكم خوتي الزوجين المشاهدين داخل وخارج المغرب، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروبية، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية، ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف ولا أي عاطفة. ورمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية أجمعين، خاصة المغرب تونس ليبيا وموريتانيا. قال هذا خاوتي حصة اليوم نتكلم على ياسين بن زيا و ياسين إبراهيم. لدو ياسين أبهى وأمتع ومتعة كروية لا امتثال لها في مباراة جنوب أفريقيا. لعبنا ضد جنوب أفريقيا، ضد منتخب منظم، منتخب راجع قويا في أفريقيا، مدرب له مدرب محنك بلجيكي، هو بطل أفريقيا مع الكاميرون في 2017، يدرب في المنتخب الجنوب أفريقي منذ حوالي 3 سنوات. كان انسجام، كان متعة لدى المنتخب الجنوب أفريقي الذي ما يخفاكمش دار كأس أفريقيا قوية وقوية في كوت ديفوار، دار المرتبة الثالثة وفاز بالميدالية الذهبية. كنت في الكرة وشفت المتعة، متعة كان يستحق منتخب جنوب أفريقيا يروح للنهائي كان، لكن خسر بضربات الجزاء ضد نيجيريا في نصف النهائي بمدينة بواكي. لهذا المنتخب يلقى صعوبات، المنتخب الجزائري لأنه منتخب مجروح، منتخب جاء بعد 3 نكسات متتالية، كان الكاميرون كوت ديفوار، كان الكاميرون عفوا 2022، كان الكوت ديفوار 2024، وإخفاق في كأس العالم في قطر لما أهنهاش والناس يعرفها، وبعدها دخلنا في ليفربول تاع كاسما ما كاسما. ونشوفوا لاعبين استدعوا لأول مرة مع الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش اللي جاب عقلية جديدة بلي كاع اللي كانوا متعاقبين يرجعوا للمنتخب الوطني. شفنا لاعبين جدد وشفنا لاعبين قدماء وهم يشوفوا السابق، وأولهم اللاعب الخلوق ياسين بن زيا، وحتى اللاعب الخلوق الآخر ياسين إبراهيم أمتعوا واستمتعنا معهم وأبهرونا المباراة، وأكدوا بأنهم مكانتهم لا نقاش فيها في المنتخب الوطني، وإن شاء الله يكملوا أهل البلاد. بن زيا الذي قيل عنه بأنه ما يصلحش للمنتخب الوطني، لما سئل الناخب الوطني السابق قال لهم الله يسهل عليه ما نحتاجش. والآن نشوف بن زيا سجل 3 أهداف، و3 أهداف مهمة وفي أوقات حساسة وحساسة. شفنا الفرحة للجماهير الجزائرية، خاصة الهدف العالمي الذي سجله ضد جنوب أفريقيا، هدف عالمي تداولته كل المواقع وكل الصحف وكل القنوات العالمية. الكلوروتو تاع بن زيا، بن زيا مباراتين شفنا لاعب جاء يبين لأنه أنه هميشة في السابق، وهذا لاعب كان مكون من لاج دو سيزون، كان في ليون بعد راح ديجو، مسكين وقعت له اكسيدون وبطرول الاصبع تاعو، ولكن مر بأوقات حساسة، ولكن لم يساندوه لا الاتحاديات السابقة لا الناخب الوطني السابق، ولكن خرج بن زيا قدم أداء رائع في الوسط الميدان الهجومي، دافع، كان يرجع إلى الوراء، لياقة بدنية قوية وقوية جدا، سجل بين بلي لاعب سيكون له مستقبل مع المنتخب الوطني، مش من بعد اللاعبين اللي داروا الرسائل وقالوا بلي نشكروا على النجمة ونشكروا ونقول لك ما يجوش هاد 16.
وهذا كانوا غير يتمشوا في السطاد مزيان. من 2019 ما قدرش يديروا حاجه مع ليكيب ناسيونال، والشعب يبكي عليهم والقائد ومنا. وشفتوا بنزيه دار مباراتين قويتين، بين للسابقين بانه يستحق يكون في المنتخب الوطني، وان شاء الله يكون اساسي في المباريات القادمه الرسميه في شهر جوان، خاصه ضد غينيا وضد اوغندا. باذن الله ستكون مباراتين للتاكيد، ونشوف ان شاء الله شويه لمسه تاع المدرب. قلنا باللي المدرب يسال حوالي ب 20-30% في هذا النتائج في هذه الدوره، لانه جديد ما يعرفش اللاعبين، ولكن مازال له عمل كبير خاصه في الدفاع وفي وسط الميدان الدفاعي. نروحوا لابراهيمي. ابراهيمي عدل النتيجه، قام بعمل كبير في وسط الميدان الهجومي، صار وجالة مراوغ من طراز عالمي يؤكد بانه هومش. قلنا لكم قبل الدوره، قل هذا التربص قلنا لكم بلي ابراهيمي غادي ياكل التيران، غادي ياكله وياكل الكازون، لانه حس بلي محظور. كي هو كي ابراهيم كي بنزيا حس رواحهم بلي راهم محظورين من الناخب الوطني السابق، الذي للاسف كان داير ان كرو محيط تاعو مجموعه عائله هايله، كنا نتكلموا يرد فيهم غير هو، رد لنا بونحي، مثل عمل لنا فيديو في ماتش باراج نورمال، ما يحاولش يفهم. لكن انا عندي ما عنديش لاج، المهم انا نجيب العائله الهايله تاعي اللي كانت معايا في 2019. اليوم بين هذا الناخب الوطني الجديد بانه ما عندوش حسابات ضيقة. شفنا ابراهيمي رجع بقوة، قائد حقيقي مايسترو يقدر بالوقت ان شاء الله بالانسجام. ابراهيمي سيتحرر، يقدر يجيب لك مخالفة في الخط 18 متر، يقدر يجيب لك ضربة جزاء، يقدر يدير لك كما يقولوا يدبدب لك يخليك الدفاع المنافس. الله يبارك، ربي يدومها ان شاء الله. الناخب الوطني الجديد يقوم بدراسه كل اللاعبين، اللي يحتاجوا مرحبا به، اللي ما يحتاجوا يقول له روح العب عاود ارجع، وان شاء الله تكون لاعبين جدد. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي الاقتناع اللي اقتنع به الجمهور الجزائري، خاصه في الشوط الثاني ضد جنوب افريقيا. شفنا الشوط الثاني رائع ورائع جدا، شفنا نصوص كرويه، شفنا الضغط رهيب من المنتخب الوطني ضد جنوب افريقيا، خاصه ضد اللاعب جنوب افريقيا اللي كان عنده كره توجور كاينه بريسيون من عبد الحفيظ، عجبتني بزاف. شفنا لاعبين جدد، بقرار، قندوسي، كاين نفس المدرب ان شاء الله. بون اخوتي، تكلمنا على حاجه خفيفه على ابراهيمي، ان شاء الله في المساء في السهره ندير لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله، ونجيبكم شويه جديد ونرجعوا للقصف للفاسدين ان شاء الله. تحيه لكم خوتي 1 2 3 في بارازيلي.